صير طلاب أحياء مجهري مرحلة ثانية وزاري المحاضرة السادسة. أنا ما أعرف، هاي المحاضرة جدا مزعجة وما بيها شيء مهم، بيها كم شغلة. هنا أقول لك مسارات الطاقة، الباثوي يعني مسارات البايو انرجيتز اللي هي الطاقة الحيوية أو الطاقة الحياتية. هنا جاي أسولف لك على مسارات الطاقة، هنا جاي أسولف لك على إنه البكتيريا والتخمر والقضب كلهم مو مهمة لك، تمام؟ هنا أقول لك استدي دراسة البرودكشن المنتجات، يعني هاي المنتج مال الطاقة، أند يوز واستخدام انرجي الطاقة بواسطة سيل وسط الخلية نسميه شنو؟ هاي الدراسة مال الإنتاج واستخدام الطاقة بواسطة الخلية نسميه البايو انرجيتكس، تمام؟ الطاقة الحيوية أو الطاقة الحياتية فقط. خوش، هاي يعني هو مو كل شيء مهم معلومة هذا الفراغ يعني. بس أنا هو بس هذا اللي لقيته، وهم مو مهم كلش بس حتى لو خلي 10. هنا يقول لك يا ترى البكتيريا عندها استراتيجيات الحصول على المواد الغذائيه الاساسيه من البيئه الخارجيه ونقلها الى داخل الخليه الى اخره ما نعلق بها، واستيعاب هذه الى هنا. ايش يقول لك وين؟ ها هنا يقول لك اذو على الرغم صم كي نيوترينت، صم بعض نيوترينت الغذاء كي الاساسي، بعض الغذاء الاساسي مثل منذن البيئه قوسين كلهم انتر يدخل للسير للخليه بواسطه السمبل ديفيجن. اذا هنا عندنا معلومه مهمه ان الغذاء الاساسي مثل الماء والاكسجين والكربون ديوكسيد يطب للخليه بواسطه هاي الطريقه السمبل ديفيجن اللي هو الانتشار البسيط، تمام؟ هاي مهمه جدا، تمام؟ اكروس عبر شنو؟ هو شلون ينتشر؟ يدخل عن طريق الغشاء السير ممبرنس، اكيد يعني طب خليه اكيد عن طريق الغشاء. ذا ابتيك وتناول الاذر سبستنس المواد الاخرى. هسه خلصنا من المواد الاساسيه، المواد الاخرى از كنترول يتم السيطره عليها بواسطه شنو؟ السلكتيف بيرميبلتي اللي هي النفاذيه الاختياريه. شنو النفاذيه الاختياريه؟ هذا الغشاء الخلوي بنفاذيه بس مو اي شيء يدخل، لا هو باختياره بكيف، هذا يطب هذا ما يطب. فالاغذيه الاخرى بواسطه النفاذيه الاختياريه، الاغذيه الاساسيه بواسطه الانتشار البسيط. شوف شنو الفرق؟ ممبرنس غشاء سلكتيف اختياري بيرميبلتي نفاذيه، النفاذيه الاختياريه للغشاء ستيل يبقى. الاذر سبستنس المواد الاخرى اللي هي لا من هاي ولا من هاي يوز تستخدم سبيسيفيك ترانسبورت ميكانيزم، ميكانيزم اليه ترانسبورت نقل سبيسيفيك خاصه، يعني اللي لا هي مواد اساسيه ولا هي مواد ضمن الاختياريه راح لازم نسوي لها اليات خاصه مثل من الاكتيف ترانسبورت النقل النشط هاي اليه، والجروب ترانسليكيشن والنقل هاي مال هو الجروب ترانسليكيشن، تمام؟ هسه راح نجي واحد واحد، تمام؟ النقل النشط طبعا هذا الموضوع نفسيته الكويشن نيوترينت اللي هو اكتساب الغذاء، طبعا هنا المفروض مكتوب هذا الموضوع بس طايره الملزمه عندكم بالبي دي اف. الاكتيف ترانسبورت النقل النشط يقول لك الماوند من بين ذا موست كومن موست اغلب كومن الشائع مثل الطرق، اغلب الطرق الشائعه يوز المستخدمه فور ذا ابتيك لتناول النيوترينت الغذاء ساتش مثل سيرتين شوجر الى اخره من طقوس غذائيه. الميكانيزم الاليه دريفن تقود باي او تقاد، يعني تتم قيادتها شلون درايفر دريفن تقاد بواسطه الانرجي ديبيندينج بامب الطاقه المعتمده على الضخ. اذا النقل النشط يعتمد على هاي الطريقه او على هاي الاليه انرجي ديبيندينج بامب الطاقه المعتمده على الضخ. هاي خلص خوش ذيس كاريز كومو ذا نيوترينت ترانسبورت خلص. الجروب هذا الجروب ترانسلوكيشن هو الكيميكال موديفيكيشن، هذا يقول لك هذا الترانسبورت النقل اندرجو يخضع للكيميكال الكيميائيه موديفيكيشن التعديل الكيميائي. خاف يقول لك شنو الطريقه هاي؟ يقول لك شنو او شنو الفرق بين الجروب وفرق بين الاكتيف؟ تقول له الجروب يخضع للنقل التعديل الكيميائي بالنقل، تمام؟ هاي خلص. هنا نجي هذا طبعا ينحذف، تمام؟ اللي هو برودكشن انتاج البريكورسر ميتابوليك المسارات السلفيه، تمام؟ او سلائف المسارات، يعني سلائف يعني الاشياء الاساسيه اللي بعدين يطلع منها المسار الفرعي او هيك شيء، تمام؟ هنا يقول لك ذيس ميتابوليك هذا الايض ليستد، اوكي؟ يعني صاير بقائم ان ذا فيجر في الحقل هذا، تمام؟ بلو ادناه ار بروديوس ويتم انتاج اذروه خلال تو سنترال باثوي، خلال سنترال مركزي باثوي مسار، مسارين مركزيين، يعني هذا البريكورسر ميتابوليك بمسارين مركزيين، تحفظ الاسم الاساسي وتحفظ المسارين، يا هن الاي ام بي اللي هو الجلايكولايزز التحلل السكري، والترايكاربوكسيليك اسيد اللي هو التي سي اي دوره كريبس، تمام؟ انا سالت الطلاب الشطار والمتميزين، يعني انا ما داخل محاضرات يوميه وياكم، انا ثالثه انتم ثانيه، قالوا هذا احنا ما اخذناه بس للاطلاع يعرف المسار شنو، تمام؟ نقلب ورقه طبعا، نقلب ورقه، كشولات واحد في المحاضره لان المحاضره فارغه، هنا شو يقول لك؟ تو ميجر باثوي ايذر مارجن، ذن التو ميجر باثوي المسارين الاساسيين مال البريكورسر تونا اخذناهم
وعلاقتهم مع بعضهم. شوف وان اذر ريليشن شيب علاقه، تمام؟ وان اذر يعني مع بعضها البعض. خلينا نشوف علاقتهم مع بعضهم البعض. العلاقه يقول لك بهذا الجدول، تمام؟ بعدين انا هنا اريد اجيك الانتر دوبوف باثوي كاتاليز، هذا الانتر دوبوف باثوي هذا المسار راح يحفز ديجريديشن تحطيم الجلوكونيت والجلوكوز. دير بالك هذا تحفظه، الاي دي اف او الاي دي بي، يمكن اخذنا احنا اي دي اف او اي دي بي تونا. شوفوا خوش، هذا راح يحطم لنا هاي وهاي، بس تحفظها. اما هذا الفوق كله سوالف خوش. اها جلوكونيت فوسفوريتد، اها يقول لك هذا الجلوكونيت اللي راح تتم فسفرته او تحطيمه وتحويله الى بايروفيت راح يؤدي لنا المن الى ايثانول برودكشن، منتج الايثانول او ينتجنا الايثانول. هاي ايضا مهمه. خاف يقول لك يابا الجلوكونيت بعد ما نحطمه ونفسفره شو يعطينا؟ اختار، تختار الايثانول. هذا ايضا يحذف، تمام؟ والله وايش راح يحذف لان كلاوا شوف هاي برودكشن افشنشي، الانتاج الكفول للبكتيريا سير ريزولتنج فروم ناتج من البريكورس اوف برودكشن منتجات السلالك باثوي مال المسارات كاري فيري سبستانس، يعني مواد مختلفه ديبيندينج اعتمادا اون ذا جروث. شنو المواد المختلفه؟ ما ندري. شنو المنتجات؟ ما قال لك. اجا من السولف لي اذا ما تفيدنا خلص. هنا بس الانرجي برودكشن انتاج الطاقه لازم تعرف هي الثيرد تيب النوع الثالث. احنا اخذنا نوعين تونا، هذا النوع الثالث. خذنا تونا نوعين مال باثوي مال مسارات، هذا المسار الثالث اللي هو انتاج الطاقه. الشرح كله مو مهم. نجي لهنا، طبعا اعتقد راح اسوي فيديو واحد بالله. لا هاي كافي كافي، هذا الفيديو كافي كافي.